بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم. هذا بكل خير من هنا من أرضية هذا الميدان، ميدان سيف العرب، بانطلاقة الشوط الأول الرئيسي الخاص بالأبكار الحجايج هنا على أرضية هذا الميدان مدشنا. أول انطلاقات الثلاثة كيلومترات، نبدأ مع انطلاقة الشوط الأول. منصورة مع البداية، محمد بن غريب بن راشد الاكتبي هو من يقود المسار الأول من خلال منصورة. أما المركز الثاني هناك بروع تنطلق مع المركز الثاني، حمود بن علي بن حمود المحاربي على ثاني المراكز. والمركز الثالث هناك الشاهنية تنطلق مع المركز الثالث اللي اسمه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم علي بن راشد بن غدير. والدخول من نجدة أيضا تنطلق نجدة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم علي بن راشد بن غدير. أما المركز الخامس هناك غزوين محمد بن عبد اللطيف بن علي الحماد على المركز الخامس. والمركز السادس هناك الكوبرا تنضم ايضا سادسا علي بن هزيم بن محمد المسافري مع المركز السابع. والمركز الثامن ثامن المراكز صبا محمد بن حمد بن جافله المنصوري مع المركز الثامن. والمركز التاسع تاسع المراكز هذا الدخول دخول شعار بن درويش ينضم ايضا للمنافسه هنا من خلال صبا. ولكن من الجانب الاخر هناك ايضا القادمة الشاهنية عبد الله بن حمد العامري القادم مع المركز التاسع. والمركز العاشر عاشر المراكز اسمه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم علي بن راشد بن غدير. هكذا النتيجة للعشرة المراكز المتقدمة في الشوط الاول في اول ثلاثة كيلومترات التي تنطلق من خلاله سن الحجايج وسن المواقع واهب والبداية. البداية التغيير، التغيير على المركز الأول. غزوين غيرت البداية، غزوين انطلقت مع المركز الأول مع صدارة هذا الشوط. محمد بن عبد اللطيف بن علي الحمادي هو من يقود المركز الأول بانطلاقة غزوين مع البداية. أما المركز الثاني هناك منصورة حمد بن غريب بن راشد الاكتبي مع المركز الثاني. والمركز الثالث يا سلام يا سلام هناك صبا محمد بن حمد بن جافلة المنصوري ينطلق مع المركز الثالث 1200. يا سلام يا سلام العنوان الأخير إلى خط النهاية. حرك يا اللي بتحرك. وأيضا القادمة القادمة من الجانب الآخر هناك قادمة وعد سالم بن العدم خميس الوهيبي القادم مع المركز الرابع. يا سلام رباعية مميزة، رباعية منطلقة بناموس هذا الشوط. ولكن الحمادي مع غزوين اللي غزا الصدارة اللي غزا المقدمة، ولكن بالجافلة بالجافلة غادم بالجافلة. يا سلام يا سلام البداية غزوين، البداية غزوين بدون أوامر بدون أوامر على البداية وعلى صدارة هذا الشوط الرقم واحد وعلى المركز الأول. هناك غزوين محمد بن عبد اللطيف بن علي الحمادي يقود المسار الأول. يلا يا الحمادي راونا الأداء المميز، حرك يا اللي بتحرك. ولكن منصورة مع المركز الثاني وبالجافلة ثانيا والمركز الثالث. ولكن يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام شوفوا الانطلاقة، شوفوا التحدي الرائع مع غزوين. غزوين البداية، غزوين الصدارة. محمد بن عبد اللطيف بن علي الحمادي هو من يقود المسار. يا سلام خلاص خلاص يا الحمادي خلاص. الشوط الأول مع غزوين، مع غزوين البداية، غزوين الصدارة. سلام يا الحمادي سلام على هذا الأداء الرائع. محمد بن عبد اللطيف بن علي الحمادي يشكرك يا الحمادي على هذا الإنجاز الرائع في الشوط الأول وأول ثلاثة كيلومترات تفتتح هناك غزوين مع الصدارة والبداية. تهانينا والناموس محمد بن عبد اللطيف بن علي الحمادي، تهانينا والناموس. المركز الثاني منصورة مع المركز الثاني حمد بن غريب بن راشد الكتبي. والمركز الثالث هناك صبا محمد بن حمد بن جافلة المنصوري. والمركز الرابع هناك وعد سالم بن عبد بن خميس الوهيبي. والمركز الخامس
المركز الخامس هناك الشانية عبد الله بن حم العمري. هكذا النتيجة، الثلاثة كيلومترات والتنافس سرايع، 4 دقائق 36 ثانية 7